خلصنا منتخب مصر الاول، خلصنا منتخب مصر الاولمبي، نخش بقى على الجد. طبعا هم دول كانوا جد برضه، بس الجد قوي يعني، الجد الاستثنائي يعني اللي ما بيحصلش في التاريخ. اهلي وزمالك في نهائي دوري الابطال، خلاص مباراه يوم 27 يوم الجمعه بعد القادمه ان شاء الله، والانظار كلها متوجهه لهذه المباراه. صحيح في النص كده الاهلي والزمالك هيلعبوا مباراتين في كاس مصر قدام ابو قير الاسمده ونادي مصر، ولكن اكيد التركيز الان كله منصب على هذه المباراه. الاهلي ارقام عظيمه في هذه البطوله، والزمالك ايضا ارقام عظيمه في هذه البطوله. الاهلي لعب في هذه البطوله 14 مباراه، فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر مباراه واحده، خرج بشباك نظيفه في 8 مباريات ويسجل 34 هدف واستقبلت مرماه 6 اهداف. 28 انذار وحالة طرد واحدة، لا أو الإنذارات 17 عفوا وحالة طرد واحدة. نادي الزمالك خاض 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر في 3 وخرج بالشباك نظيفة في 8 مباريات زي الأهلي بالظبط، وسجل 26 هدف واستقبل 9 أهداف، وكان فايل الأهداف 17 وحصل على 20 إنذار والطرد ولا طرد. طيب من الأرقام كده تتكلم فيه، أهلي متفوق في الانتصارات ب10 انتصارات مقابل 8 للزمالك. الأهلي خسر مباراة واحدة والزمالك خسر 3 مباريات، الفريقين اتعادلوا 3 مباريات في هذه البطولة. الأهلي هجوما أقوى من الزمالك، 34 هدف على مدار ال14 مباراة مقابل 26 هدف لنادي الزمالك. أيضا دفاع الأهلي كان أفضل واستقبل 6 أهداف مقابل 9 أهداف دخلوا في مرمى الزمالك. هل الأرقام دي دلالة على أي شيء؟ لا. دلالة على مين اللي هيكون متفوق في المباراة النهائية؟ لا. دي ظروف مختلفة تماما، عناصر مختلفة، لعيبة مختلفة، طموحات مختلفة، أجهزة فنية مختلفة، كل الأمور مختلفة في هذه المباراة النهائية. فحتى لو كان في تفوق للأرقام للأهلي نسبيا على نادي الزمالك، ده ما بيقولش ان الاهلي مؤكد هيفوز بالمباراه النهائيه. امور مختلفه، بالعكس احيانا في بعض الناس يقولوا ان الزمالك له افضليه، واحيان اخرى في ناس بتقول ان الاهلي له افضليه. مباراه ملهاش اي حسابات. حقيقي بقى انا اقول لكم حاجه، دايما كان يقول لك الجمله المشهوره وهي حقيقيه بالمناسبه يعني، ان مباراه الاهلي والزمالك او مباراه القمه ملهاش حسابات. نعم ملهاش حسابات، بس دايما كان بيبقى فيه فريق انت عارف انه له افضليه، ممكن يخسر بالمناسبه بس ليه افضليه. الاهلي يبقى داخل المباراه كده وانت عارف ان الاهلي هيكسب الزمالك، الزمالك داخل المباراه وانت عارف انه هيكسب الاهلي، بيبقى فيه شويه ظواهر كده وشويه عناصر وتالق واستقرار وامور كتيره اخرى. لكن المباراه دي تحديدا 50-50، مستحيل تتوقع، مستحيل يعني، مستحيل حتى خيالك يجيبك تقول ايه لا انا عارف ان الزمالك هيكسب، الاهلي هيكسب مؤكد، مفيش الكلام ده. فعشان كده هي مباراه فعلا مباراه القرن، مباراه استثنائيه في كل شيء. بنلعب في نهائي البطوله القاريه بين اكبر ناديين في القاره، بين اكبر ناديين في مصر، حاجه ما فيش بعد كده عظمه. ان شاء الله المباراه تكون مباراه بحجم هذه العظمه.